هذه هي آخر آثار الضربات الجوية على مدينة رفح، والتي ما تزال حاضرة وتلقي بظلالها الكارثية على الوضع الإنساني في المدينة، مع تزايد وتيرة القصف الإسرائيلي حتى لحظة إعداد هذا التقرير. طفلين قاعد أنا وياهم لحالي، فيش حي غير عند دار هذيك، ما بفطن الدنيا بتولع. جيت بدروع على باب أطلع منه، الباب مسكر علي طبق، مش قادر أطلع أنا وأولادي. جيت أطلع من الشباك بطلع في الأرض زي هيك، السقف اللي تحتي طايح هيك زي ما أنت شايف. جيت ضمت منه ما عرفش، رجعت اقمع في الباب اقمع في الباب، لما طلعت الصبح فتحت عيني زي ما أنت شايف. أنا ما عرفتش المنطقة اللي أنا فيها. تأمين إجلاء مئات الآلاف من المدنيين النازحين في رفح قبل تنفيذ الجيش الإسرائيلي تهديداته باجتياح المدينة، قضية ما تزال تؤرق السكان والنازحين. تشتت وقلق كبير، وإحنا في موقف صعب، موقف ضعف. إحنا ما لنا إلا الصبر والسلوان والدعاء، ما لنا أي شيء ثاني. إحنا لا نملك لا قوة ولا قدرة ولا اتصال. قالوا الجنوب كله آمن، فذهبنا إلى الحدود. يعني ما ضلش شيء، وين نروح؟ وين نروح؟ نناشد الأمم، نناشد الأحرار اللي في العالم، نناشد سيادة الرئيس محمود عباس، نناشد الأخ القائد عبد الفتاح السيسي، إنه شوف لنا حل هذا هيك مواضيع. إحنا صحينا من النوم لقينا القيامة قيامة، الذنب الأطفال هذول، إحنا ما لنا ذنب. يحاكموا كل هالناس على اللي صار. بين التخوفات من التهديدات الإسرائيلية لاجتياح رفح ومحور فيلادلفيا على الحدود مع مصر، وبين الترقب المأمول على جولة المفاوضات في القاهرة لوقف إطلاق النار، سيبقى الوضع الميداني في رفح وسط دائرة الخطر. حازم البنا، سكاي نيوز عربية، من جنوبي قطاع غزة.